التنوين بالضم هو صوت يأتي آخر الكلمة يشبه صوت الدباب. ويكتب على آخر حرف بهذا الشكل. لنرى كيف ذلك. قلم ال قلم باب ال باب عدد ال عدد بيت ال بيت رجل ال رجل نتعلم مما سبق أن التنوين بالضم عبارة عن ضمتين ويكتب على آخر حرف في الكلمة. وأضف إلى معلوماتك أن الكلمة التي تبدأ بأل لا تنون. المشط مشط الخوف خوف الدمع دمع الرأس رأس الكرة كرة